واش الدراري واش العشران، معكم الرايدر فيديو جديد. كيف ما بزاف منكم اخوتي في لي كومونتير كتب لي باش ندير شي فيديو على الطريقه ديال كيفاش كندير الفيدونج الموتور ديالي. هاد النهار اخوتي قررت باش ندير فيديو بارطاجي معكم فيه اخوتي على الطريقه ديال الفيدونج، كيفاش كندير الفيدونج الموتور ديالي. طبعا الحال طريقه سهله بزاف بزاف بازيك، يعني اي واحد منا يمكن له يدير فيدونج الراس والموتور بلا ما يحتاج يمشي عند السيكليس ولا يمشي عند شي واحد. بطبيعة الحال قبل الفيدونج خصك تعرف الزيت اللي غتختار والزيت اللي غتصلح لك الموتورك، لا من ناحيه الاس ا او، لا من ناحيه لا بي اي ديالها، لا من ناحيه واش سومي سانتيتيك سانتيتيك. بطبيعة الحال شحال من واحد منكم ما غيفهم شنو هذا الشيء. انا راه ديجا داير واحد الفيديو كنشرح فيه هذا الشيء هذا كامل، غادي نخليه لكم لتحت في الديسكريبسيون. فيه اي حاجه كتعلق على الزيت، اي معلومه كيفاش دير تقرا المعلومات اللي كيكونوا مكتوبين في القرعه ديال الزيت. طبيعه الحال باش تاخذ الزيت اللي تصلح لك، ما تقولب ما حتى شي حاجه. اول حاجه قبل ما دير الفيدونج خص الموتور ديالك يكون بارد شي شويه. طبيعه الحال تنهضر على هذا النوع هذا ديال الماطر اللي كتكون عندهم الزيت في الكارطيره، ما تكونش محركو هذا وتمشي ديريكت تبغي دير له الفيدونج. كعارف الزيت كتكون مزلعه فوسط لي بياس ميكانيك وكتكون طالعه الفوق في الماكينه، يعني في اللحظه فاش تجي تخوي الزيت راه ما غاديش تساعدك وغادي تعطلك اكثر. يعني احسن حاجه تخلي الموتور كيرتاح يبرد، الزيت اللي فيه تنزل من البواطا فيتاس ومن لي بياس ميكانيك كاملين تجمع في الكارتير. ديك الساعات باش انت فاش كتجي تخوي الزيت ولا شي حاجه كتلقى مجموعه ناضيه ما حتىش عتحمقك ولا تعطلك بزايد باش تخويها. هادشي هذا اللي كاين اخوتي، نخليكم دابا مع الطريقه ديال الفيدونج، نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس اوت اخوتي. من بعد ما حطينا الموتور يبرد وحسينا بان الزيت ولا تهبط وتجمعتنا هنا في الكارتير ديال الزيت، يعني دابا ان شاء الله غادي نبداو في العمليه ديال الفيدونج. الفيدونج اخوتي راه شي حاجه اللي ساهله، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا خصك شي حاجه خياليه باش ديرها، عاديه بزاف بزاف بزاف. اي واحد منكم يقدر يديرها بوحديته، لا ما حتىش تمشي عند سيكليس ولا تمشي عند شي واحد اللي يدير لك الفيدونج. اليوم ما كتحتاجش شي حاجه اللي ما كايناش، اول حاجه كتحتاج هي الزيت. ها هي شي طازه ولا شي بيدو ولا شي حاجه بغينا نخوي الزيت، و صيرو 17 بحال غنحلو هاد الفيس هذا اللي هنا، بحال غنحلو هاد الفيس هذا اللي هنا، منو غادي نخوي الزيت. اكثريه منكم غادي يقولوا حقا هاد الزيت هادي ما معروفاش، حيت بزاف منا وللاسف كيامن بديك السميه ديال الماركه وكذا، يعني الا ما كانش شي شال ولا ايبون ولا ريبسول ولا شي اللي كيمولي ولا شي حاجه يعني ما غيامنش بها. المهم هاد الزيت انا قلبتها مزيان، عرفت بانها صالحه لي. الاس ار ديالها مناسب لهاد الجو هذا، لا بي اي ديالها مخير بالنسبه للثمن ديالها، والزيت سومي سانتيتيك يعني شي حاجه اللي صلحت لي انا. بالنسبه للناس اللي ما عرفوش شنو المعنى ديال اس ار او ديال لا بي اي وديال سومي سانتيتيك، ولا انا راه ديجا داير واحد الفيديو لا كيفاش تختار الزيت المناسب لموتورك باش ما تقول ليها ما حتى شي حاجه. انا نخليه لكم هنايا تفرجوا له نتوما غتستافدوا مزيان فاش تكونوا باغيين تاخذوا الزيت. اول حاجه غنديروا هي غادي نفتحوا هذا الميس هذا، ها هو هذا كيفما كتشوفوا غادي نفتحوا 17 وغادير من تحت منه شي طاسه شي سطل ولا شي طرف ديال شي بيدو ولا شي حاجه، المهم غير باش تحافظ على النظافه وصافي باش ما تهرقلكش الزيت في الارض. تخلي الزيت تهبط على راحتها، فاش كتشوف الزيت خرجت في هذا اللون كحل كتعرفها بانها راه دارت خدمتها وراه خدمات مزيان، يعني انا خصك تعطيها الوقت باش تقطر على راحتها وتتخوى الكارطيره كامله، يعني ما تقالكش الزيت محروقه بزاف هكاك في وسط الكارطيره. باش الا درتي الزيت جديده تخدم بالزيت جديده 100%. ايا راه مازال كتقطر اخوتي،
خليها يعني على راحتها تكبر. من فوق تشوفها قربت تحبس، تميل الموتور مره اليمين مره اليسار، مره تميل لهنا مره تميل لهيها، حتى تنقول لك تخولت الكارطيره 100%. انا نوريكم كيفاش العمليه. يا صلاه راه مازال كتهبط الزيت، خليها تطلع راحتها عاد نميلو الموتور، نزيدو شي شي لهنا عند البيدو، نميلو الموتور لعندي. الا كانوا شي قطيرات ديال الزيت 2000 فولت ديرو فيه الطن. هانتوما شي واش كنميلو كي كيزيد يقطر، يعني هكا غتاكد بانك درتي الفيدونج 100%. هانتوما كيما كتشوفو راه مازال تبقى يهبط لنا شي قطيرات وحدين اخرين، يعني هكا خصك تعطيها الخاطر وتعطيها الكانة حتى تأكد ان الجروب مبقاتش فيه قطيرة ديال الزيت كدور. عاوتاني هنايا خوتي غنميلو للجهة الاخرى، الحريق قطع لنا مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفو باش ميلناه العكس ديال الجهة الاولى، يعني زاد خوا بزاف كاع. انا قلت لك هكا الا تبقات هاد الطريقة غتأكد بانك راك درتي فيدونج 100%. شتي شتي شنو مازال كيزيد يهبط؟ ها راه تحرق لنا شوية في الارض. وهنا خوتي كيف ما كتشوفوا يعني لاحظنا بانه ما بقاش كيهبط الزيت، يعني نقولوا واحد 90% ديال الزيت خوات. ضروري كتبقى شي حاجه قليله هكا لاصقه من فوق البياس ميكانيك، ولكن ما الا عطيتيها الخاطر وبقيتي تقلب فيها هكا كتخرج الزيت كامل اللي فيها. المرحله اللي مور هذه هي غادي نردو هذا البيس هذا، غادي نردوه من تحت تحت الكارتير ديال الزيت. عاد مورا ان شاء الله نخويو الزيت هنايا الكارطيرة ديالها.
البولون حنا ردينا لبلاصتو، يعني دابا خصنا نخويو الزيت. بالنسبه لهذا النوع هادو ديال الطيوس ديال الزيت، شحال واحد يقول لك حقا ما فيهاش البوشونه، كيفاش غندير لها كيفاش غندير لها؟ هذا النوع ديال الطيوس ديال الزيت تحتاج انك دير لها جوج تقيبات، تقبه هنا وتقبه هنا، تقبه من غير تهبط الزيت وتقبه من غير يدخل داك الهواء اللي يخلي الزيت باش تخرج، يعني حاجه لي سامبل. اخوان انا تقبت ديك الطاسه ديال الزيت، جوج تقيبات اللي قلت لكم هكايا، يعني دابا ان شاء الله خويها في الكارطيره ديال الزيت. طبيعه الحال ها هي، خوي الزيت ديالنا تما بكل اريحيه، شويه عليك غتعمر ان شاء الله. طبيعة الحال اللي عنده شي محقن ولا بحال هكايا يديرو يخدم به، ما عندوش هكايا ويديه ما كيرش فيه ما حتى شي حاجه، يعني خوي عادي. ها هي خوتي، حنا كملنا الزيت كما كتشوفوا، ها هي مازال واحد شويه، عارف حنا المغاربه ما خصناش نتفكوا قطره ما نسمعوش فيها. خوينا الزيت اخوتي كامله في الكارطير، دابا غنطوي دوك القطيرات اللي زقلتهم هكايا. كتسمى عمليه الفيدونج، شي حاجه اللي ساهله، شي حاجه اللي بازيك، ما تحتاجش عاد تمشي عند السيكليس ولا تمشي عند شي واحد اللي يديرلك الفيدونج، يعني راسك في 5 دقائق طريق الفيدونج ديالك حلالا طيبه. دابا غرطو هاد لاجوج ديالنا، وحنايا درنا فيدونج في امان الله في بلاصه بدون عناء.